اهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو هذا متكلم على كل التجهيزات اللي درتها في العيد، ولكن نصيحتي قبل ما نبدا الفيديو ان اي حاجه تفكري تديريها سواء كان صبغه شعر، تنظيف بشره، حمام مغربي، ديريها قبلها بفتره، لان كان مثلا لون الشعر ما عجبكش او بشرتك تحسست من تنظيف او اي مشكله صارت لا قدر الله تقدري ان انت تعالجيها قبل العيد. خلاص بدون ما تكون مقدمه طويله، هاي طول نبدا الفيديو. بالنسبة لشعري أنا استخدمت أوليبلكس نمبر 3، نصحتني بيه صاحبتي وقالت لي فعلا مرطب قوي للشعر، لكن صراحة أنا مش هنعطيكم رأيي فيه توا، بنستنى لين نكمل العبوة كلها وبعدين ندير لكم فيديو ريفيو عن المنتج. تمام؟ هو مكتوب عن المنتج ان انت تقدري تستخدميه 3 مرات في الاسبوع كان شعرك تالف هلبة او انت معالجتيه ببروتين او بصبغة، لكن كان انت شعرك مش تالف ممكن تستعمليه مرة واحدة في الاسبوع. طبعا بتحطيه على الشعر كامل، وانا هنا ركزت على الاطراف باش التقصف. انا عارفة ان انا بنمشي البحر فنبي حاجة تكون قوية وتقيلة وترطيبها عالي. وبالنسبة لبشرتي درت الروتين وبعدين حطيت ماسك ترطيب عالي هو الأفوكادو بالعسل والزبادي، استنيت لين يجف وبعدين غسلت وجهي عادي. بالنسبة للضوافر يا بنات، أنا من أول ما جربت هذه الضوافر اللي هي تلصقيها طول على ضفرك وأنا ما نستغناش عنهم، فعلا سهلة تستعمليها وكان عندك مناسبة أو حاجة ما تاخدش وقت، يعني 10 دقايق بالكتير وتكوني مكملة صوابعك كلها، وسهل حتى انك تحوليها فمش هتضايقك في الوضوء او الصلاة. هذه الماركة انا جايبتها من شين كويسة، وفي براند تانية اسمها امبرس انا جايبة منها لونين، هذا اللون الغامق وفي لون تاني هذا الافتح منه، وهي تجي معها هيك زي باك صغيرة فيها بريب تيشو وفيها مبرد وهذا لإزالة الكيوتيكل أو تبعديها يعني عن الضفر. أنا طبعا في المناسبات ما نستغناش عن اللون الأحمر، مدمنة لون أحمر. نبي نوريكم حاجة يا بنات، تشبحي الجزء هذا البلاستيكي اللي في الأيوة هذا مكتوب عليه رقم 5، تو نوريك شو معناه باش تبدي فاهمة. هني مثلا هذا مكتوب عليه رقم 1، شوف الفرق في الحجم، كل ما كان الرقم صغير كل ما كان حجم الضفر كبير، يعني هذا 1 وهذا 5. طبعا الترقيم هذا باش تستخدمي نفس الرقم بتحطيه في يدك اليمين في اليد اليسار، مش كل ضفر برقم، اوكي؟ انا طبعا قررت انني ندير الصوابع كلها باللون الاحمر ونخلي واحد بس بالجليتر هيكي، يعني كنوع من انواع التغيير. هو بنجو لخطوة تركيب الضفر. اول حاجة بتغسلي يدك وبتمسحي الضفر نفسه بالكوتن باد اللي جاية مع العلبة، بتحول الجزء البلاستيكي هذا وابدي عادي لصقيه، لكن تأكدي انك قريبة اكتر ما يمكن من الكيوتيكل، وضغطي عليه هيك شوية من كل الجهات، تأكدي ان هو خلاص لصق تمام، وتقدري حبيبتي تغيري في شكله، يعني كان حسيت ان هو شوية طويل وانت تحب الضوافر قصيرة عادي قصيه او برديه بالشكل اللي انت تبيه، تبي راوند، تبي ألمون، تبي سكوير، اللي انت تبيه ديري. توا نجو للبس العيد، هذا السروال نسقت معاه سورية بيضة سمبل، هني لما سألتكم على انستغرام أما أحلى كونترا انتو اخترتوا هذه لأن فيها ديتيلز ولون الأصفر هذا وهيكي، فقلتوا لي هذه أحلى. طبعا هي تحسوا كعبها هلبة عالي، لكن بصراحة مريحة هلبة، فخلص اخترت هذه للعيد. أنا مدمن كنادر وباكس، نحب الصوص هلبة ونحب نديرهم تنسيقات مع بعض، وهيك تكون لبسة العيد جاهزة. طبعا البنات اللي ما جربوش الصنة هاتي من أحلى البرفيوم اللي ممكن تاخديها، فعلا خديها مني وشري.
نشوفوا الديتيلز هادي يا بنات، انا نحب الحاجات هادي اللي هي الكلاسيك، حس فيها ناس كهلبة. وهيك نكونوا كملنا الفيديو بتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كان عجبكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وان شاء الله تلاقوا في فيديو جديد. الفيديو الجاي حيكون فيلوج العيد، ناخدكم معاي 3 ايام العيد ونوريكم بالتفصيل شندرت. اوكي، لكن بالنسبة للفيديو هذا فهيك كملنا، وان شاء الله عيدكم مبارك وينعاد عليكم بالصحة.